وينضم إلينا من أمام ملعب فريق باريس سان جيرمان مراسلنا شوقي أمين. أهلا بك شوقي. بداية، كيف هي الأجواء في العاصمة بعد أن وافق ميسي مبدئيا على توقيع عقد مع النادي الباريسي لمدة موسمين كما تقول الأنباء؟ هل سيضيء برج إيفيل اليوم بصورة ميسي كما جرت العادة؟ أهلا يا رشيد، أدعوك الآن في هذه الصورة. الآن هو احتفاء بوصول ميسي إلى هذا الملعب، هذا الملعب الذي سيعرف جل مباريات باريس سان جيرمان. ليونيل ميسي ما زال في الطائرة، يحلق في الطائرة، قد يصل في 20 أو 30 دقيقة القادمة إلى مطار لو بورجي. ولكن قبل قليل وضع السجاد الأحمر الذي سيمشي عليه ليونيل ميسي. الأنصار هنا يهتفون باسم ميسي أمام جيش من الصحفيين. هناك صحفيين وإعلاميين ومصورين جاءوا من كل أنحاء العالم، فيه مجموعة كبيرة من الصحفيين الإسبان المهتمين طبعا بهذا الحدث، وأيضا من الأرجنتين وأيضا البرتغال. الحديث هنا في هذه اللحظة هو عن هذا الساحر الذي في النهاية وأخيرا حط الرحال بباريس، والأمر الذي كان مستبعدا تماما. ولكن فازت باريس سان جيرمان، فازت إدارة باريس سان جيرمان، فازت فلسفة ناصر الخليفي رئيس النادي، وأيضا مديره الرياضي ليوناردو، لأنه لم يكن متوقعا على الإطلاق أن يكون ميسي بين الفرنسيين. هي صدمة ثقافية في الحقيقة بالنسبة لميسي، ولكن نعم. طيب الآن السؤال المطروح شوقي عن الإضافة التي يمكن أن يقدمها هذا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للبي اس جي في ضوء سعي النادي الباريسي لتحقيق لقب في دوري أبطال أوروبا، لقب طبعا يحلم بتحقيقه ولم يقص به من قبل. لحظة رشيد، نحن نعيش تحت صراخ وهتافات الأنصار. طبعا هذا سؤال مركزي ومحوري بالنسبة للصحافة الرياضية، لقد استفيض فيه كثيرا. تناولت ماذا سيقدم، ما هي الإضافة التي يقدمها ميسي سمير عفوا. الإضافة هي إضافة نوعية، إضافة خبرة 20 سنة مع البارسا، وأيضا ربما سيكون محفزا للبطولة الفرنسية التي تبدو متواضعة مقارنة بالبطولات الأوروبية الأخرى. إذن ميسي سيكون رفقة أيضا أبطال آخرين في البي اس جي. واضح. شكرا جزيلا مراسلنا من باريس شوقي أمين، شكرا على كل هذه